طبعا الحملة هي بلشت عن طريق انطرحت الفكرة على الأصحاب الكادر الصحي بسامراء، سواء كان على أطباء على صيدليات، خاصة بالوضع اللي نعيشه والأسعار والحالة المادية الصعبة اللي يعيشوها، وخاصة إذا سمينا سامراء تحتوي على عدد كبير من النازحين. فجد هاي الخطوة إنه يكون يتبرع طبيب أخصائي أو طبيب عام، وفي خاصة يوم الجمعة اللي هو يكون الكادر الصحي شبه معطل، العيادات الخاصة معزلة، المستشفيات ما بيها غير بس طوارئ طبيبة وطبيبين، فيعني حتى تخفف الحمل على خاصة النساء، مرة ما بيها غير مستشفى عام واحد وضغط كله صاير عليها. فجدي هاي الحملة انه تواصل بين الأطباء والصيادلة، يجي طبيب أخصائي يقعد في صيدلية معينة حد اللي هي متبرعة يوم الجمعة، ويفحص المرضى مجانا، وعن طريق الصيدليه الداخله بالحمله انه تصرف الادويه باسعار رمزيه، واكو حالات مثل ما صارت اليوم صارت بغداد، اغلب الحالات انصرفت مجانا. طبعا هاي حسب اللي يعود صاحب الصيدليه، ممكن انه يعني اذا هو يزيل الخير اذا يبيع اسعار رمزيه، واذا مجانا بعد احسن. وكمان بنفس الوقت ندعو انه بقيه الاطباء، بقيه اصحاب الصيدليات، حتى اصحاب المختبرات انهم ممكن يتبرعون. هاي احنا بعدنا اول يوم والعدد يعني لا باس به، يعني صارنا الساعه 2 تقريبا بال20 مريض او اكثر. نتمنى انه الاسابيع القادمه انه يصير عدد اكثر، يصير المتبرعين اطباء اكثر يزيدون، الصيدليات تنضم لنا للحمله. وايضا ندعو ميسورين الحال من المدينه، حتى اللي ما لهم علاقه بالكادر الصحي بس حالتهم الماديه زينه، يتبرعون يروحون للصيدليه يحطون فد مبلغ مادي، يا هاي راح يجيكم بالحمله المرضى النازحين الفقراء انه صرفوا لهم الدواء، وهاي هاي فلوس الدواء. كيف وجدت اقبال اصحاب الصيدليه والدكاتره؟ طبعا كبدايه انا احب اشكر الاطباء اللي انضموا، وما اريد اذكرهم حتى ما انسى واحد، بس طبعا بلشنا اليوم دكتور ساجد اطفال، اكو اطباء جراحين انضموا للحمله، اطباء انفوذ وحنجره ايضا انضموا للحمله، الصيدليات تقريبا صيدليتين ثلاثه. طبعا كبدايه كل زين، بس احنا طموحنا اكيد اكثر، احنا طموحنا انه الكل ينضمون، كل نغطي كل مناطق سامرة، لانه هواي يكون قسم حتى صعوبه يتنقلون، يجون وجهه نقل يجون المكان الصيدليه سواء كانت معمل غير منطقه، فنريد انه كل اسبوع نكون احنا في منطقه معينه، نكون كل جمعه صيدليه تتبرع معينه يقعد بها الدكتور باختصاص مختلف، وندعو بقيه الاختصاصات مثل اطباء العيون، اطباء النسائيه خاصه، لان ذول عليهم زخم، هم عددهم قليل في سامرة. طبعا الاسبوع القادم الجمعه القادمه ايضا دكتور ساجد اخصائي الاطفال في صيدليه مريم بالضباط راح يفحص الاطفال هناك ايضا مجانا، ويصرف الدواء من صيدليه مريم باسعار رمزيه ان شاء الله. الصيدلاني عمار عبد المنعم. نشكر اولا الدكتور ساجد، نشكر صاحب الصيدليه، لان الفحص مجاني والدواء مجاني، فكل هذا يعني من خلال هذه الايام غلاء الاسعار، الباص ب 3000 والاشعه ب 5000 والتحليل ب 5000، فالمواطن تعبان وحالته معدومه، ولهذا السبب العالم يعني تلجا الى الصيدليات كل يوم جمعه بصيدليه، يعني من اجل يعني التداوي. والله اولا نشكر صاحب الحمله الدكتور ساجد، ونشكر صاحب الصيدليه على تعاونه معنا، والله هذه الحمله كلش جيده وحلوه، ومبادره كلش حلوه من الدكتور ساجد، من صاحب الصيدليه، لان بخلال هذه الايام غلاء الاسعار، خلال هذه الايام غلاء الاسعار، يعني الدكتور ساجد فحص مجاني، ابو الصيدليه هم كذلك مجاني، خلال هذه الايام غلاء الاسعار، الباص ب 3000، الشعب 5000، يعني كل هذا السبب، والمواطن فقير حالته معدومه، خاصه هذا العمل البسيط. يعني دور المحافظه معدوم خصوصا بسامره، يعني دور المحافظه كلش معدوم، ماكو اي مسؤول سال، اي مسؤول يعني شاف، لا من خلال الصحه، لا من خلال الخدمات، من اي شيء ماكو، كله معدوم، يعني دورهم كلش يعني بسيط، ولا يذكر اصلا.